يا بنتي حرام حرام عليك اللي قاعدة تسوين فينا حرام. احنا اهلك يا بنتي، انا طول عمري وانا ارعاكي وانت صغيرة. استنى بس متى تكبرين عشان ترفعين راسي. يوم كبرتي نسيتي كل شيء سويته علشانك، وتبين تفضحين اللي قدام الناس علشان ايش؟ عشان لحظة طيش ما لها اي معنى. يبا وش قاعد تتكلم عنه؟ قاعد أتكلم عن سوق الخضار. سعر البصل يقولك بصل 20 ريال للكيلو. إيش قاعد أتكلم عنه؟ عندنا إحنا مصيبة غير هالمصيبة اللي تبي تقطعين فيها أنتي مصيبتك هذه، ما أدري وين في قلاع، ما أدريين. إيه لا يبا غيرت رأيي خلاص. كندا درجة الحرارة 30 تحت الصفر، والسويد يقولون مرة برد، فأنا ما أحب البرد، غيرت رأيي. يا بنتي البرد مو بالثلج ودرجة الحرارة، لا البرد يا بنتي انك تعيشين انت بدون عائلة تحن عليكي وتخاف عليكي. البرد يا بنتي هو الجفا اللي انت معيشتنا فيه. والله الجفا برد وقل الوفا برد ودوخ المقهور ما ينبت الورد. يا يبا خلاص خلاص، قلت لك ماني مسافرة. يبا ماني مسافرة خلاص. خلاص يا بنتي. خلاص بدي مسافر مرة. مرة. كفو يا بنتي كفو. كفو والله يطمنك يا بنتي، هذه بنتي. هذه بنتي العاقلة اللي أنا أعرف. إيه. بس خاتم راح تزوجه. يلعن إبليس. يلعن إبليس يا بنتي الوقت.